اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر، وعلى المباشر متابعي قناه شاب عن بعد قناه شوف تي في بجهه درعت فيلت، وهام للسائقين متابعي قناه شوف تي في. اجواء اللي هي حاره في طريق الرابطه بين مدينه تنجداد ومدينه تنغير، ردوا بالكم متابعي قناه شوف تي في. وايضا السائقين مشمسه في الطريق، منين كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر، وكيف داير الأجواء عندكم في مدينتكم؟ كيف ما قلنا متابعي قناة الشعب بأن درجة الحرارة تقريبا وصل لأكثر من 24 درجة، أجواء اللي هي نقدروا نقولوا صيفية، يعني الشمس حارة، أجواء حارة بطريق الرابطة بين مدينة تنجداد ومدينة تنغير. والشكر موصول للأخت ملك المدني المتابعة الوفية لقناة شوف تي في قناة الشعب، صوت من لا صوت له، وتحية كبيرة أيضا لساكنة الدار البيضاء. منين كتشاهدوا متابعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر، كيف دايرين ساكنة تنجداد وساكنة ما وساكنة تنغير؟ أجواء اللي هي حارة بالطريق، ردوا بالكم متابعي قناة شوف تي في. وهم أيضا يعني هم للسائقين اللي شادين الطريق بدرجة الحرارة اللي كاينة في جهة درعة فيلالت، وخصوصا في الطريق الرابطة بين مدينة تنجداد تنغير وأيضا بالميمار الرشيدية. شكر جزيل لكل متابعي قناة شوف تي في واللي دائما معنا في هذا البث، واللي دائما كيشاهدوا معنا جميع تغطيات احداث جهة درعة فيلالت وتقريبا نزول المدن المغربية، موفقين مراسلي قناة شوف تي في. احترام قانون السير واحترام ايضا لوحات التشوير، الانسان يمشي غير بشويه. هذه الاجواء متابعي قناه شوف تي في في الطريق الرابطه بين مدينه تنجداد ومدينه تنغير. ايضا الرحمه والمغفره للمرشد السياحي بمدينه تنغير اللي توفات المنيه، يعني تقريبا هذه يومين في يعني في دول في غابه البلقان واليونان، انه كان بغى يهاجر لكن اسفات ثم اسفا متابعي قناه شوف تي في بحكم عدم توفر فرص الشغل بجهة درعة فيلالت، وبحثا عن لقمة العيش توفت المنية في جبال اليونان. الشكر الجزيل لكل متابعي قناة شوف تي في واللي كيشاهدوا معنا هذا البث، وطريق السلامة لكل السائقين مشدين الطريق. كما أحيي في هذا البث المباشر جميع المتابعين والمتابعات اللي معنا، وإن شاء الله متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله. دخول المتابعي قناة شوف تي في إلى إقليم تنغير، أجواء حارة
ومن هنا يبتدئ إقليم تنغير متابعي قناة الشعب. بعدما أننا كنا في إقليم الرشيدية دخولا إلى إقليم تنغير، وإن شاء الله لنا عودة متابعي قناة الشعب لتغطية مجموعة من الأحداث بالإقليم.